طب نعمل ايه عشان نرجع هذه القيمة اللي هي قيمة ادخال السرور على المسلم عندنا؟ اول حاجة لن نستطيع ان نعود الى هذه القيمة مرة تانية وتبقى عظيمة في قلوبنا الا ببعض الاجراءات. اول اجراء، اتعود يا سيدي ان انت تكون في خدمة اخوك، مش لازم عشان يمرض، لازم مش لازم عشان تدخل السرور على قلبه ان هو يمرض، لا، لكن ممكن تدخل السرور على قلبه ان انت تعمل له خدمة. يا سادة، مش لازم الخدمة تكون بس عشان الواحد يعمل لك خدمة عشان يعين حد تعرفه او يعمل لك حاجة، لا، الخدمة في كل حاجة. لو واحد مش قادر يعمل اي حاجة في شغله فانت قمت وساعدته هتلاقيه فرحان ان في حد ساعده، ان في حد وقف جنبه. يبقى انت حاول تمارس الخدمة في كل حاجة. لو انت عملت الخدمة مع حد من اولادك، في حد يا عيني مش عارف يصور ورق وهو يا عيني محتاجه قوي في المذاكرة، قول له خليك وانزل انت صوره له، ده خدمة، ده دخل السرور على قلبه، يحس ان هو مش لوحده، يحس ان هو مش متكتف، مش متأيد، مش الدنيا كلها على كتافه. اعمل خدمة بسيطة كل يوم، اعمل خدمة بسيطة كل يوم لحد محتاج تدخل السرور على قلبه. تاني حاجة، اعمل جزء من ميزانيتك الشهرية اسمها ايه؟ اسمها مواساة المرضى. اعمل هذا الجزء ولو كان جزء بسيط. انا اقول لك مشايخنا كانوا يقولوا لنا من اهم اسباب البركه في المال هو هذا المال، هذا الهامش اللي بتعمله دوت عشان تدخل السرور على قلبهم. تخيل ان الصدقه اللي انت هتعملها والنقطه اللي انت هتعملها ده للمرضى هتكون في حضره مولاك. الم تعلم انك اذا عدته وجدتني عنده؟ فالفلوس دي هتنفق في حضره ربنا سبحانه وتعالى وفي عنديه ربنا. وتالت حاجه، على طول حاول انت دايما عشان تبقى في الخدمة وتزيد في الخدمة وتزيد الخدمة ديت ومسألة ادخال السرور على المسلمين، قول يا غفور اجعلني بابا من ابواب السرور، يا غفور اجعلني بابا من ابواب السرور. يا ريت تقول الكلام دوت في الصبح والمساء عشان ربنا سبحانه وتعالى يطيب قلبك ويخليك تحب الخدمة ويحبب الخدمة الى قلبك وتكون من اهل السعادة والسعة والفتح على الناس. يا رب استخدمنا في ان احنا نكون في خدمتك يا مولانا، ونكون الوسيلة، ونكون السبب، ونكون الجسر اللي بتوصل فيه معاني السعة والسعادة لعبادك المحتاجين. يا رب يا غفور اجعلنا بابا من أبواب السرور.